ضيفنا عادل الاديب النهارده ومنال سلامه، وبرحب بيكم النهارده في اخبار اليوم. اهلا بيكم. عايزينكم النهارده تكلمونا عن حضوركم النهارده مهرجان الاسكندريه. انا ضيفه في المهرجان وبعتبر نفسي بنت المهرجان، معرفش ازاي، لان الحمد لله بيتم دعوتي انا وعادل من فتره طويله، دورات كثيره، وببقى سعيده وانا في اسكندريه في وسط هذه الاجواء. احنا ما بنجيش المهرجان كمهرجان، حتى كضيوف احنا دايما بنساعد، يعني حتى منال بيبقى ليها دور طول الوقت بتحاول تساعد بقدر الامكان، لان احنا حاسين المكان ده مكاننا، مش مجرد ان احنا بنيجي كضيوف. يعني انا جاي السنه دي برضك عضو لجنه التحكيم، فاي شيء بتقدر تخلي بيه المهرجان ده واقف على رجليه وموجود، حتى لو انت هتشيل الطبق من هنا تحطه هنا، او تكلم ضيف موجود، او انك تستضيف ضيف تتكلم معاه باللغه الانجليزيه او بالعربي، او انك تفهمه اسكندريه فيها ايه، او تنزل معاه عشان هيشتري حاجات، كل ده مهم جدا. ده دور ليك مهم ان انت تكون بتعمله في مهرجان، مش مجرد بنيجي كضيوف وبنقعد. يعني من ناحيه لجنه التحكيم، ايه الاسس اللي انت او المعايير اللي بتشتغل عليها من ناحيه تقييم الاداء؟ لا دي قصه طويله قوي حكايه الاسس دي. لا في لسه موجوده، ما بتعلنش عن لجنه التحكيم، موجوده خطه، موجوده ليها نقاط معينه ما بقدرش اتكلم فيها النهارده. تكريم الفنانه الكبيره نبيلة عبيد. لا ألف مبروك يا أستاذ نبيلة، تستحق هذا منذ زمن كبير جدا جدا، ويا رب تفضلي متألقة دايما على طول. أشكر حضرتك. الله يخليك.